الو حبايبي الكرام، كيفكم؟ ان شاء الله بخير، ان شاء الله كل شيء تم. جيتناكم اليوم بمقطع جديد شباب، تغزون على القطعه الكبيره الطويله شباب. يعني ام سوري سوري شباب، شوي استراحه كانت خفيفه لطيفه يا جماعه. سو حبيبي الله يسعد ليكم شباب، اليوم جينا من جديد باللود مصحصحين، كل شيء تمام التمام حبايبي الله يسعد ليكم شباب. بتطلب من كل وصول شباب عم يشاهد هذا المقطع اكتبوا بالتعليقات شباب شو تحبوا، اعطونا افكار حلوه شباب نزل مقطعنا الصراحه الفتره الاخيره معلم، يعني ما اعرف شو بدي اقول لكم، اعطونا افكار شباب اكتبوا بالتعليقات اقرا التعليقات وباللوز حبايبي. عنا الان 46 الف جوهره يا جماعه حبيبي والله، يعني الوضع يا جماعه باللوز. اوكي بس ولك يا شباب، انا عندي تحدي، عندي تحدي شاب انه احاول اجيبه الشباب من قبل اخر اللفه، فهمتوا علي شلون؟ اوكي يا حبيبي الله يسعد ليكم، نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونعمل ليك لنشوف الوضع. طبعا شباب قبل كل شيء بدنا نشيل الاشياء اللي عنا اياهم، يعني ما نحتاجهم تمام. مثلا على سبيل المثال هذا شباب هذا نحطه على جنب، قول هو الام 60 اوكي. طولوا بالكم. اوكي نعمل هنا تاكيد تمام باللوز، تاكيد حلو اوكي. ايه يا شباب تحدي هذا الشاب، تحدي هذا تحدي يعني انه بدي احاول ان شاء الله باذن الله تعالى يا شباب اجيب هذا السكين اوكي، يعني بالاول لفات، يعني باول ثلاث لفات، يعني الشباب باللوز اوكي. يا بسم الله بدنا السكين شباب، بدنا السكين. اوه طب صراحه السكين والله سكين يعني صراحه كثير حلو جد الشيء باللوز، يعني سكين خفيف ولطيف. اوه القبعه كمان حلوه باللوز، ما انتبهت على القبعه يا جماعه. نظارات واه سكين متواضع حلو مرتب شيء باللوز. بس لك يا شباب اوكي اول لفه يلا نعمل هيك. معقول يطلع لنا اول لفه ولا يا جماعه؟ معقول ولا شلون؟ معقول ولا شلون؟ معقول؟ يلا بسم الله روح. ايوه لا خلاص راحت يا شباب، كانت هون يا الله، كانت قريبة عليه يا جدة، كانت قريبة، كان هون هو كان ويلي 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 والله شباب. حسيت يعني صراحة أنا متفائل، أنا يا جماعة اليوم متفائل يا أخوان، أنا يا جماعة اليوم في تفاؤل بالوضع. أوكي بسم الله هات لنشوف، نعمل هيك هات لنشوف اضرب لنشوف يا معلم يا معلم يا معلم يا معلم. صراحة اليوم يا جماعة اوكي هي شلنا واحدة، هي اول ضربتين اللي راحوا، اول ضربتين راحوا يا جماعة تمام. عنا هون واحد اثنين ثلاثة اوكي حلو، عنا هون الشباب واحد اثنين ثلاثة اوكي تمام. خلينا نجي نعمل هيك ونشوف الوضع كيف راح يكون. هي ما ماتتش، هي بيني ماجد، هي بين ماجد يا جماعة، هي بين ماجد يعني اوكي تمام. هلا هون بقي عنا واحد اثنين ثلاثة أربع لفات، واللفة الخامسة هي باللوس. اوكي يلا نشوف الوضع معلم، هات لنشوف ونشوف اللفة واحد اثنين ثلاثة روح ها يلا 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 ماشي. يطلع سكين 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 ولو يا جدة ما طلع يا معلم. طولوا بالكم معلم، طولوا بالكم يا جماعة، أنا أخذ شفة قهوة. اوكي عنا واحد اثنين ثلاثة وباقي اللفة الرابعة تمام. والله صراحة هذا السكين شباب انا شايف اللي حيصير بنفضل السكينات لعب، يعني مثل السكينات قولي فيو افكت يا جماعة، قولي والله ما انتبهت للافكت كمان عن جد يا جماعة. الوضع باللوز يا اخوان، هذا السكين مثل ما قلت لكم راح يكون من افضل السكينات مثل الجاز وما جاز، هدول السكينات المفضلة عن جميع اللاعبين، هذا راح يكون واحد منهم يا جماعة، هذا راح يكون واحد منهم اكيد 100%. اوكي باقي واحد اثنين ثلاثة يلا نشوف الوضع معلم. ويلي 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 ماجد خلاص يا جماعة، انا هون بهذه اللحظة فقدت الامل، بهذه اللحظه يا جماعه خلاص فقدت الامل يا اخوان، بهذه اللحظه انا فقدت الامل خلاص. واحد اثنين ثلاثه اوكي يلا بسم الله يا جماعه يا اخوان يا حبايبي يا شباب، انا لما قلت لكم انه في عندي تفاؤل لاجيب هذا السكين باللوس من ثالث ما اعرف من كم اوكي، السكين ما كلفني يمكن 500 جوهرة، الوضع باللوس يعني حبيبي والله. اوكي تعال معلم تعال اوه شو ها شيء بهذا السكين شباب مو طبيعي، اصبر شوي اوكي نعمل هون اوبن نعمل له تزويد، بس في هون شيء علامة معلم انا ماني فهمت الا يا جماعة، ما فهمت الا كثير قولوا بالكم. اوكي بدي اعرف كم جبت معلم من السكين، اصبر شوي هذا السكين جبته بلفتين كم لفة يعني اوكي من اول ثاني ثالث رابع يعني خامس
سادس لفه بس، ولكن اللفات اللي اخذوا هذول اللفات المهمه يعني، فهمتوا علي شو هذول اللفات يعني اللي... اوه والله باللوز انا بنسى هذول يا جماعه لحظه. انا وتم يا جماعه خلينا نطلع على السكينه نشوف ويلي تمام. لا 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 والله الصراحه شباب هذا السكين على الصراحه راح يكون من السكنات البلوز صراحه يعني. ها والله ندخل على الخزنه، على الخزنه طويل بالكم شوف في شو علامه معلم فوق الاسم هون. هاي ما فهمتها، هاي هي شو هي يا جماعه، هي شو بتقصد هاي ما فهمتها، هي هي والله ما فهمتها يا جماعه. هاي في شيء غريب عجب هذا السكين. اوكي خلينا ندخل معلم نشوف الوضع هذا السكين باللعب. اوكي كما ترون اعزائي معلم احنا نهزم الطياره يا جماعه باللوز. خلينا ناخذ هون نجي لهون ناخذ اول يو اي بي حلو يو اي بي اللي سلاح هيك حلو. ليش معلم شباب ترى انا ماني مصحصح شباب، انا مع الصبح ماني مصحصح ابدا يا جماعه، لسه على القياس القوي جنبي يا اخوان. قول لي في ضرب هون اصبر شوي. بوت يا جدك بوت ويلي هذا بضرب فوق معلم، هذا بضرب فوق بضرب فوق يا جماعه. ناخذ هاي ناخذ هاي يا ابو ليل 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 ليل. تعالوا 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 هداون الله الصيد العصافير مع الصبح يا جماعه، الله الصيد العصافير من على الصبح يا اخوان. اوكي تمام نجي ناخذ هون يون الشباب اللي في الصندوق هاي هون. الو الكريم الاحمر معلم، ويلي ويلي الكريم الاحمر يا حرام الكريم الاحمر يا جماعه الكريم الاحمر الليل ول 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 على الكريم يا جماعه كيف صار معلم يا حرام. يلا روح 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 البرميكيو خلينا نفجر فيك برمي، روح 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 البرمي روح 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 خلينا نفجر فيك البرميل يا برو روح. اي صاحبه صاحبه يا جماعه لا صاحبه شفتك يا ورد، روح على البرميل روح روح البرميل الاحمر روح. مات قول لي فين واحد بط بط بدم باللوز شو في هون الو ويلي. اوكي شفنا هون واحد يا جماعه من شوي وانا جاي هذا هو هذا هو ويلي ويل ويل كان راح يموتني يا جماعه. حلو دول او لوت حلو لوت حلو. اوكي تعالوا نجي لهون ناخذ هاي نحط هاي هون يا جماعه. اوكي هيك شفنا العدو. اوكي خلينا نروح عليه معلم طبعا طول بالكم يا شباب خلينا نشتري قطعه ال سهل القطعه تمام والام 60 ماكس. لو سي واحد جاي لعندي يا جماعه جاي لعندي هذا شكله جاي لعندي هذا وهذا وهذا هو اهبط اهبط خبط يلي. انا شباب انا من جماعه شباب انا من النوع اللي بحب كثير كثير الام 60 يا جماعه الام 60 يعني انا من الفانس يعني ام 60 باللوز. قول لي قول لي في ناس عم تضرب دول يا جماعه خلينا نروح نشوفهم. قول لي شو في هون ضرب هون هي هي واحد داون صار في واحد يمشي مكان اي واحد هو جيبوه اهم شيء تفنيش يا جماعه اهم شيء تفنيش. وش شو عنده معلم؟ اوه عنده امور باللوز معلم. قول لي هون في ضرب هون في ضرب يا معلم هون الناس عم بيضربوا في بعضهم نروح يعني نشوف معلم مو باقي ثلاثه مم. قول لي في واحد هون حاطط ثلج في واحد بالسياره ورايح هذا اي داون كفو كفو. هي باخينا واحد معلم وين عجب يلا دمه طلقه دمه طلقه يا شباب ويلي 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 دمه طلقه يا معلم. لازم يجي من على اليسار معلم مش ما يجيبنا يصطدم مع اليسار معلم يجي من هون ما يشوفنا ناس مو شايفنا. تعال شلون من هون اطلع له من هون روح على البيت هذا وين هذا
هذا هو هذا هو. بط نايس صراحة بابنا الجيم الصراحة كانت كثير أسطورية بالنسبة للسكينيشي باللوس. الله يسعد ليكم حبايبنا. Thank you so much للمشاهدة يا ساتير. بشوفكم على خير. بشوفكم بالبث مباشر بعد شوي شباب على الفيسبوك يا ساتير. بوسات لكم والسلام عليكم.